إذن من بيوت المستقبل الخارجية عن المألوف إلى بيوتنا في هذه الأيام اللي ما زال المألوف فيها له قيمة، سواء كانت كلاسيكية أو عصرية، حيث لا تزال أحواض أسماك الزينة بسيطة في أشكالها ومحببة لدى الكثير من الناس في تربيتها، لكن لاقتنائها علينا بذل القليل من المجهود لمعرفة الطرق الصحيحة للعناية بها. فعلا أحمد، أسماك الزينة هي مخلوقات جميلة جدا، بسيطة وهادئة بفطرتها، وتبث دائما الراحة والجمال أينما حلت. ولكي ننعم بذلك الجمال وتلك الراحة، طبعا علينا الاهتمام شوية براحتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع راح نستضيف اليوم ويانا في الاستوديو الطبيب البيطري الدكتور حسين غناج. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، شو الأخبار؟ طيب دكتور، نحن طبعا أحواض السمك هذه يمكن يكاد لا يخلو بيت منها، أكيد. لكن للي حاب مثلا يكون عنده حوض سمك، شو الخطوات اللي واجب اتباعها قبل اشتري مثلا حوض السمك؟ مثلا هل في نوع معين، هل في نوعيه معينه من الاسماك، هل في نوعيه معينه من الديكورات او من الزينه؟ هلا انا ببلش باول شغله اللي هي انه اختيار حجم الحوض. هلا الحقيقه اختيار حجم الحوض هام جدا جدا جدا، لانه انا لازم يكون عندي مساحه معينه لحط فيها الحوض. هلا في عندك الحوض الكبير، عندك الحوض الصغير، في عندك الحوض اللي بنحط على الستاند، في عندك الحوض اللي بنحط على الجدار. هلا نقطة هامة كمان انه لما بختار حجم الحوض لازم اختار عدد انواع السمك. هلا النقطة الثالثة اللي هي انه انا ممكن لما بختار الحوض لازم كمان اعرف شو بدي احط بقلب الحوض. هلا في انواع السمك في سمك بيتعايش مع بعضه، في سمك لا، في مثل سمك هذا اللي قاعدين نشوفه. تماما، في سمك بيعيش لحاله، في سمك لا. هلا مثل هذا، هلا هذا من في عندك البارود الجولد فيش. هلا الجولدن فيش، الجولدن فيش. صباح الخير يا حلوين. كيوت اشكالهم. هلا هذا النوع من الانواع بيعيش فقط مع الشارك فيش. الشارك فيش نحن الحقيقه موجود عندنا بالاكواريوم بالحوض الثاني. لو شويه طوني يحط على الحوض الثاني الشارك فيش، اوكي، اللي هو الوايت وفي السيلفر. بتوقع الوايت هذا الشارك فيش مبين. اوكي هذا الجولد فيش بيعيش فقط مع الشارك فيش لانه ما بصير عندهم فايت. ممتاز. هلا بنفس الشيء انا حاطكم بالاكواريوم الثاني، بالاكواريوم الثاني كمان في انواع محدده بتعيش فقط مع الشارك فيش. هلا اذا لاحظتوا في كمان بنفس الحوض، بالحوض الثاني، بالحوض نعم. الثاني في الفيش البلو والريد والوايت. هذا اللي هو تماماً. شوي مثل الفوشي على السلبه. تماما، هذا شوي تماما. هذا التترا فيش بيعيش مع الباودز فيش اللي هي البلاك السودة تماما، بالإضافة إنه بعيش مع الشارك فيش اللي هي الوايت. هلا التتر فيش ما ممكن يعيش مع أي وحدة الجولدن فيش. دكتور للي ما يعرف الأسماء هذه، يعني المشكلة للأسف يعني أنت بعض المحلات تروح تقول له باخذ هذه وهذه وهذه، ما يقول لك شيء، يقول لك يلا خذهم. طبعا هي غلط، هي لازم يكون الخبير بالفيش، لازم هو يكون عنده. أنا شخصيا صارت معي مرة جبت كات فيش مع جولدن فيش، الضاربه واحد كل الثاني، فهي فعلا كانت الكات فيش دائما تسوي فايت تماماً. وكلتهم تماما. هلا هي المعلومات نحن اكتسبناها عن خبره، يعني ما اجت ما مصنفه ضمن كتب مخطوطه انه التتا فيش ما بتعيش مع الجولد فيش. هي بتكتسبها انت بالخبره، يعني انت قلت لي هلا الكات فيش مع كات فيش مع الجولدن فيش مع الكات فيش. هلا انت اكيد بالنكست تايم ما بدك تحط، مستحيل. طبعا طبعا. هلا هي لازم المعلومات يزودك فيها الشخص اللي عم تاخذه منه، لازم يزودك بالمعلومات انه كميه الفود، حجم الاكواريوم لازم يكون متناسق مع حجم الفيش. طيب خلينا نقول مثلا على قدامنا الان هذا الحجم كم مثلا سمكه تقدر تحط؟